ننقل لكم هذه المشاهد من كريات شمونة في شمال إسرائيل، حيث تم استهداف كريات شمونة قبل حوالي نصف ساعة من الآن بهجوم كتائب القسام أعلنت تبنيه، ولكن كتائب القسام في لبنان تبنت هذا الهجوم على كريات شمونة شمال إسرائيل. نتابع حيث أعمدة الدخان والحرائق التي انتشرت خصوصا وطالت السيارات وأيضا الأشجار المتواجدة في هذه المستوطنة، فيما فرق الدفاع المدني وسيارات الدفاع المدني وصلت الآن لإطفاء هذه الحرائق. هناك استهداف كبير على ما يبدو لكريات شمونة بالتحديد، هذه المستوطنة التي أخليت من مستوطنيها، خصوصا عندما تحدثنا عن مستوطنات شمال إسرائيل مع المناطق المحدودية لجنوب لبنان، تم إخلاءها بشكل شبه كامل، ولكن ما زالت هذه المستوطنات عرضة لاستهدافات، من خصوصا بالرد بأن ترد كتائب القسام وأحيانا أيضا من حزب الله في جنوب لبنان باستهداف المناطق الشمالية والمستوطنات الشمالية لإسرائيل على الحدود مع جنوب لبنان. إذن الحرائق منتشرة في هذه المستوطنة فيما يحاولون إطفاء هذه الحرائق.